الاستهلاك واحد ما بيزيدش ولا بيقل، بل بالعكس احنا عندنا انتاج كويس وعندنا انتاج يقارب الاكتفاء الذاتي للشعب بتاعنا وللدولة بتاعتنا كاملة، ولكن كان في كميات سكر طبعا في التصدير في السودان وفي بعض الأماكن الأخرى، والدولة منعت التصدير لأي سلعة استراتيجية أو سلعة أساسية لكل بيت. من هنا بدأ السكر يتوفر، ولكن هنقول عذرا أن كل من الناس أو بعض التجار اللي بيحب أن هو يحتكر بعض الأصناف وعملها مهنة أساسية دي، يعني هو بيخزن البضايع علشان يعمل أزمة علشان الأسعار تزيد، ولكن أنا بقول له أن هيتم ضخ أكثر وأكثر في الأسواق من السكر، لأن السكر عندنا موجود بصفة مستمرة مش قليل. طب هنا يا أستاذ أحمد، يعني فكرة الضخ دي فكرة طبعا عشان تقدر تعمل عملية توازن داخل الأسواق، ولكن فكرة الاحتكار لازم أن احنا نقف عندها يعني ونقاومها بشدة ونغلظ عقوبات من يحتكر السلع الاستراتيجية، لأن طبعا ده عامل تعطيش للسوق. وحضرتك شفت الطوابير عشان بس المواطن ياخد كيس سكر وشوف سعره وصل لكام. مظبوط. برضو هقول لحضرتك على حاجة، يعني المواطن طبعا يعني عايز أقول لحضرتك بيبقى عايز السكر بتاع شهر رمضان اللي جاي، يعني المواطن بيفكر في السكر. والله يا أستاذ أحمد الناس كانت بتدور على كيس بس يقضي احتياجاتها اليومية. لا والله أنا مش هتكلم في رمضان أبدا. لو كل واحد بياخد فعلا كيلو أو 2 كيلو هو مش هيخلصهم في يوم واحد، ولكن الناس عندها إقبال على السكر بشكل يعني ملحوظ وبشكل مبالغ فيه. كيلو السكر في البيت العادي يعني يقعد له 3-4 أيام أسبوع. لو نزل كل يوم خد كيلو سكر مش هيعمل أزمة، إنما أنا بقول لحضرتك عن تجربة وعلى منافذ عندنا شخصيا، الناس عايزة تاخد سكر لرمضان اللي جاي، شهر رمضان اللي جاي، يعني هو برضو عايزة نوع من أنواع. طب ما كده حضرتك بقى كده الكلام يعني ربما بيختلف حاجة. في القرط في الأول استهلاكنا واحد، ودلوقتي احنا بنتكلم على زيادة الاستهلاك أو زيادة الشراء يومي كاستهلاك يومي، إنما كنسبة شراء المستهلك عايز أكتر لأنه خايف من الفترة اللي جاية. هو خايف من الفترة اللي جاية ليه؟ أنا ما أعرفش خايف ليه من الفترة اللي جاية. السكر موجود طول عمره موجود في أي أزمة من الأزمات اللي عدت من الفترات اللي فاتت، سواء كان كورونا سواء كانت حروب سواء كانت ثورة، كان السكر موجود وبالزيادة وعمرنا ما حسينا بأزمة فيه. ولكن اللي بيفتعل الأزمة 2، التاجر والمستهلك، ودي مفاجأة يعني المستهلك بيعمل أزمة في السكر. التاجر في بعض التجار، ما بقدرش أعمم وأقول التجار بيحتكروا السكر، لكن في بعض التجار اللي هم نفوسهم ضعيفة وبيخزنوا المنتج علشان المنتج يزيد ويعملوا فيه عجز في السوق، والمستهلك من ناحية تانية ما بيكتفيش بالاستهلاك بتاعه المحدود اليومي أو الشهري أو الأسبوعي، المستهلك عايز مخزون عنده في البيت. أنا بقول لحضرتك والله أنا بسمع يعني أكتر من مرة المستهلك أقول له طب خد 2 كيلو خد 3 كيلو، لا ده ياخد 3 كيلو ويجي بعد نص ساعة عايز ياخد 3 كيلو وبعد نص ساعة عايز ياخد 3 كيلو. يعني في واحد منهم قال لي لا سمع عشان رمضان بقى والعصير بتاع رمضان والكلام ده، فبرضه هي